ورحمة الله الرحمن الله و اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيب الله ازيكم يا حبايبي عاملين ايه وحشتوني يا رب تكونوا بخير وجعل سعاده الدنيا بين ايديكم وتحت رجليكم يا رب انا امل ودي قناتي لو اول مره تشوفيها يا ريت تنزلي تشرفيني وتنوريني وتشتركي فيها وما تنسيش تفعلي زر الجرس من الكل وكمان تضغطي لايك في ايديك الحلوه دي يوم جديد ورتين جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا روتين النهارده بصوا روتين حماسي جدا هتقومي كده تشقلبي شقتك وتشوفي اللي وراكي اول حاجه تعالي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ودي كان معمر مع كنت عامله معمر مع النهارده اخيرا بدل بدل اللي هو اللحمه والحاجات دي يا بنات لاني بجد زهقت من اكل اللحمه والتقالي والكباب والكلام ده فعملنا معمر مع وبطاطس وبيض طبعا كنت عاملة في شقتي ونزلت كده ايه خلصت اللي ورايا تحت عند حماتي وفطرت وخلصت وحمدنا ربنا وشطبت المطبخ وطلعت إيه صليت طبعا إيه بما اني بصلي فوق في الشقه صليت المغرب والعشاء وخلصت التراويح بتاعتي وقرات الورد بتاعي بتاع القران لان مقصره خالص ودي حاجه مزعلاني قوي إيه كمان جيت هنا قلت كانت الشقه برضو مش نظيفه وبما اني ما عملتش فيديوهات كتير معاكم في الشقه ولا روتينات يعني كتير فقلت لا لازم ايه اعمل لكم روتين مشجع كده لان ما عملتهوش معاكم من, زم من زمان دخلت كده برضو خدت دورة غسيل وبعد كده دخلت على اوضه الاطفال كان في عندي هدوم كتير عايزة تتعمل يا بنات عايزة تتطبق وكان برضو فرشة السرير دي الملاية عايزة تتغير وكمان كان في تراب وكانت عايزة تتكنس بالمكنسة وحاجات كتير كده فقلت لا إيه لازم اقوم كده اتشجع واشجعكم معايا عشان نعمل الروتين النهارده شجعك كده تقومي تشقلبي بالشقة. فلو اول مره تشوفي قناتي ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناه ولو انت جديد... لو انت جديده في القناه اكتبي لي ان انت جديده عشان انزل ارحب بيكي كلكم تاج على راسي وباذن الله يا رب كده قناتي تكبر بيكم بحق الايام المفترجة دي بجد انا بتعب في انا بتعب جدا في الفيديوهات دي يا بنات والله وانا بصورها وبمنتجها فما تبخليش عليا باللايك والشير. شير واشتراك في القناه كده وتروح على البيت جي بتاعتي من بيت امل امولا شانل على الفيسبوك وتكتبي لي كومنت لو انت متابعتي من اليوتيوب تروحي لي هناك وتكتبي لي برده كومنت وتعرفيني ان انت برده متابعتي من اليوتيوب ولو انت من الفيسبوك وجايه يا مرحبا بك على اليوتيوب اكتبي لي وعرفيني برضو لاني بحبكم جدا في الله وبدأ لكم من جوه جوه قلبي ان ربنا يرزقكم السعادة والصحة والعافية اللهم امين يا رب العالمين ربنا ما يخرجناش من رمضان جميعا الا واحنا مجبورين وينصر المسجد الاقصى اللهم امين يا رب العالمين جيت هنا برضو يا بنات ابتديت تطبق طبعا طبقت الفوط لوحدها وابتديت برضو اطبق الحاجات الخفيفة لوحدها اللي هي بتبقى زي البضيات دي و هبتدي ادي لبس شتوي كده بقى لان انتوا هتقولوا لي هو لسه حد في الشتاء دلوقتي والله بنات انا ما عارفه الجو عامل ليه كده يعني مش عارفه هو احنا في الصيف ولا في الشتاء حد يفهمني هو الشتا رجع في كلامه ولا الصيف مش ناوي يجي السنه دي لان بجد والله الجو مش حلو مع ان ريحه الفل والياسمين معبيه المكان بس اللي بيجي فيه برد كده من قرب المغرب بيبقى فيه برد لحد الفجر كده بقى فيه كده لسعة برد كده مش عارفة بس بجد والله إيه الواحد يعني مش عارف يعمل ايه في الجو اللي زي ده كمان قولولي انت عملت ايه في الشقة يعني ايه غسلتوا البطاطين ولا لسه غسلتوا الحفة, الحفة بتاعتكم ولا لسه إيه برضو وصلتوا لحد فين في شقكم إيه عادش حاجة طبعا رمضان النهاردة خمستاشر لان انا سجل لكم الفيديو النهاردة بعد الفطار يوم خمستاشر فبجد انا زعلانه خالص خمستاشر يوم مروا مروا كده بسرعة وكمان الخمستاشر التانيين مش هيمروا هوا فبجد والله ايامه حلوة يا بنات وبعودة الايام يا رمضان بعودة واحنا بصحة وعافية من غير لا فاقد ولا مفقود اللهم امين يا رب العالمين ربنا يخلي كل اب وكل ام وكل ام ورحم امواتنا واموات المسلمين جميعا ربنا يرحم كل اب وكل ام كده ويشفي كل مريض اللهم امين يا رب العالمين ويشفي كل إيه كل وجع يعني كل واحد شايف شاف وجع إيه قد ايه في دنيته ربنا يعوضه بالصبر وكده ورزقه على قد ما صبر ربنا يرزقنا كلنا الصحه والعافيه اللهم امين ويعم علينا بستره لان ستره اهم حاجه ونخرج من رمضان كلنا ما نخرجش كده من رمضان غير وربنا جادرنا كلنا كل اللي كان نفسه في حاجة وقاعد بدعي بيها ربنا يجبر بخاطره في الأيام دي الأيام دي جميلة يا بنات صلوا استغفروا كتير صلوا على النبي كتير بجد القرآن أنا واحدة من الناس قصرت أنا آي بصلى التراويح على طول الحمد لله ومنتظمة صلاتي ربنا يقدمها عليا نعمة بس الحمد لله مقصره يعني الحمد لله من ناحيه الصلاه بس بجد انا مقصره في القران فلازم اضغط على نفس الايام الجايه دي عشان اخلص الورد بتاعي كله اللي انا انا قايله لربنا ان انا اخلص القران كله فلازم اخلص القران كله لان بجد حرام زي ما بخلصه في الايام العاديه لازم اخلصه في الايام دي بجد حاجه جميله جدا القرب من ربنا طبعا يعني انا اقل منكم كلكم بس انا بحب الحاجه اللي جربتها وبلاقيها حلوه بلاقي ربنا واقف معايا في حاجات كتير نصرك في حاجات كتير ربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال اللهم امين يا رب العالمين كمان يا بنات قولوا لي لو أنتوا بتصلوا التراويح عرفوني وقولوا لي انتوا وصلتوا لحد فين في القران الكريم يعني وصلتوا لحد فين خلصتوه ولا لسه خلصتوا كام جزء لحد دلوقتي عدتيه كم مرة كده يعني عرفوني كده نشارك بعض بالحاجات الجميلة دي بتاعت القرآن كمان إيه هنا يا بنات رجع نرجع بقى للفيديو نرجع للروتين بتاعنا بعد كده الكلام هيطول والله معاكم لاني بجد انا بحب اتكلم معاكم كتير ولان انتوا اصحابي وحبايبي واخواتي فبحب والله اتكلم معاكم ربنا لوحده اللي عالم اه ان انا والله يعني ببقى سعيده جدا وانا بعمل الفيديوهات مع ان بتبقى متعبه عليا وانتوا عارفين متعبه ازاي في في التصوير وفي المونتاج وفي كل حاجه بس والله ببقى سعيده من جوه قلبي بقول كل يهون عشان ايه نقوم نتشجع مع بعض كده ويبقى لي اخوات واصحاب كتير زيكم كده ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب العالمين هنا بقى كنت خلصت تطبيق الهدوم ورحت وديتها بقى وديت كل حاجه في مكانها في الاوضه الكبيره جيت هنا بقى الملايه شلتها وهبتدي بقى ايه, إيه اقلب المرتبه إيه لاني ما قلبتهاش من زمان لان ده قطن يا بنات فكل فتره كان دايما حماتي ويقولولي لي حماتي يعني وحمايه يقولوا لي يعني ايه بقلب المراتب لان ده قطن وبالذات القطن النضيف لازم يتقلب يعني وكده لازم المرتبه تتقلب وكده لانه قطن طبيعي يعني المهم قلبتها آه كده لان ما كنتش عارفه اعمل اللي تحت فيبقى جوزي يعملها لي قريب لاني عايزه برضو اعمل توضيبه في الاوضه دي يعني ترويقه كده حلوه قبل العيد فباذن الله لان انا عندي شقه كلها نظيف عامه انا مش هعمل ترويقه العيد كتير بس هشيل حاجات واعمل حاجات هنعملها مع بعض يعني بلاش احرق لكم اللي احنا هنعمله عشان كده ايه تقوموا تتشجعوا وتعملوا معايا المهم جيت هنا برضو دخلت كده جبت من الدولاب آه البتاعه دي ملايه وخلصت كده ولأني كان عندي هدوم كتير عايزه تتكوي فقلت لا ايه اوضب الاوضه الاول وبعد ال وبعدين المكوى دي نبقى نعملها مع بعض يعني نكوي في يوم كده ايه, ايه رواقه لان بجد كنت مضغوطه في اليوم ده بس قلت لازم اخلص اللي ورايا طبعا خلصت كده فرشت الملايه الجميله دي طبعا انا ما عنديش هتقولي لي ملايات كلها امل عليها حاجات كده و, و, و يعني اللي هي الحاجات بتاعت الاطفال دي والله يا بنات انا كان ايامي كده وانا بتجوز كان لازم الحاجات دي بتاعت ده تقريبا اللي هو اللي بيجي على سبايس انا كنت فاكراه كان كرتون كده كان جميل جدا وكنت بحبه قوي يعني كنت بحب اتفرج عليه قوي بس مش عارفه وكان ايامي كده فحبيت يعني ما حاجه في شقتي يعني لان حاجتي والله زي ما هي جديده فقلت لا بقى مش هجيب حاجه انا ما عنديش بس غير هما اتنين ساده اتنين اللي هما بيبقوا مجوز يعني الملايه بتبقى اتنين لان سرير الاطفال اوضه الاطفال بتبقى سريرين بس انا اللي طاويه سرير وسايبه سرير المهم جيت هنا برضو بعد ما فرشت السرير كده وظبطت الدنيا على السرير جيت هنا برضو ايه هبتدي ايه امسح الكومود وكده مسحه حلوه كده وهبتدي بقى ايه اشوف برضو اللي ورايا ومسحت اللابتوب وهبتدي اشوف اللي ورايا كده طبعا لو انت جديده في القناه اتمنى تشرفيني وتنوريني وتشتركي فيها وما تنسيش تفعلي زر الجرس من الكل وتروحي على البيج بتاعتي من بيت امل اموله أم شانل كده وتكتبي لي كومنت وتعرفيني ان انت جديده عشان انزل ارحب بيكي كلكم تاج على راسي المهم جيت هنا برضو قلت هنضف برضو الـ هو الـ الكرسي الانتريه وهبتدي بقى ايه آه اكنس الارضيه طبعا كان سبب المكنسه ليه امل والله يا بنات انا بعد ما عملت كده في الاوضه يعني وقلت لا كان المفروض بقى اشيل كل الحاجات دي واشيل السجاد واغسله بس رجعت وقلت السجاد نظيف طب اعمل ايه فانا محتاره بقى مش عارفه لان انا حرام عليا ان انا اغسله وهو نظيف وبما ان الواحده ايدها في الحاجه فكل حاجه بتبقى نظيفه معاكي بس انا مش عارفه اغسله ولا ايه وارجع تاني افرشه على عيد فمش عارفه والله يا بنات لسه ما وصلتش لحل كده فقولوا لي انت لو هتغسلوا السجاد بتاعكم وهو نظيف لان الناس حطاه من انا ما بشيلش بتاع اوضه الاطفال وبتاع اوضه النوم بس بتاع الانتري وبتاع السفره وكده يعني بشيلهم على طول وبغسلهم وبرجعهم تاني بس مش عارفه نشوف بقى المهم نشوف مع بعض في الايام الجايه كده المهم جيت هنا برضو عطرت الاوضه كده بريحه الياسمين الجميله ودي جوله جميله كده بسيطه في قلب الاوضه ايه رايكم نظيفة ولا مش نضيفه شكلها حلو ولا مش شكلها حلو جدا انا ببقى فرحانه قوي الاوضه دي بتبقى نظيفه كده وكل الاوض بتبقى نظيف كلنا بتبقى اسعد ايام حياتنا المهم كده دخلت يا ابليتي انت وهي على على المطبخ تعال شوفوا انا عملت ايه طلعت العجينة الطعمية وبعد كده بقى ايه, إيه؟ عملت الزبادي بس انا ما جبتش الطريقة معاكم بس هي إيه طريقتها سهلة جدا كوباية زبادي بلدي وعليهم كيلو اقل من كيلو لبن كمان يا بنات يعني شيلي من, من كيلو لبن كوباية المهم طلعت معايا وهم بجد وهم وجميلة جدا وطريقتها حلوة قوي يا بنات يعني انا بجد انا مبورة من نفسي انا اول مرة في حياتي اعمل الزبادي في البيت على فكرة وكانت قلت هتبوظ مني وكده لقيتها الحمد لله طلعت كويسة طبعا انا بعد ما غليت اللبن كده وسبته قد دمعة العين كده يبقى سخن يعني سخن حاجة بسيطة كده ضربت خدت كوباية لبن عليها كوباية الزبادي اللي هي الخميرة وضربتهم في الخلاط وبعد كده ايه حطيتهم في كوبايات وعملت لها حمام مية في بتاع ألمونيا وكده المهم نبقى نعملها مع بعض هي سهلة جدا بتقعد أربع ساعات في المض... أربع ساعات في في مكان دافي أنا حطيتها في فرن البوتجاز وبعد كده أربع ساعات في قلب التلاجة وبجد قعدت معايا كام يوم حلوين يعني المهم كده كان في كام كوباية كده في الحوض يعني كنا شاربين شاي وقهوه انا وجوزي وكده فخلصت كده هبتدي اغسلهم حاجه سهله وبسيطه وكان العجين عجينه الطعميه وكده طلعتها برضو. وهبتدي برضو اعمل إيه عشان السحور وكده ده كان بعد الفطار على طول يا بنات بس انا بطلع الحاجه كده تعمل معايا لان احنا بنسحر بدري احنا بنسحر الساعه واحدة واوقات 12 ونص فعشان كده عشان بجد يبقى الاكل ايه نهضم لان بناكل فول وطعميه والحاجات دي فبتبقى حاجه يعني ايه ما تعملش حموضه وكده المهم كده غسلت الكوبايات كم كوبايه دول وظبطتهم كده وهبتدي برضو ايه نشوف اللي ورايا في المطبخ طبعا بجد ايه الايام دي ايام مش هتعوض تاني يعني ربنا يديم علينا رمضان اللهم امين يا رب العالمين بس بجد ايام رمضان بتبقى جميله جدا يا بنات بتبقى حلوه قوي بتبقى من اسعد ايامي لان انا بحب رمضان وبحب لياليه وبحب ايامه وبتبقى كده لمه العيله ولمه الناس الحلوه بتبقى حقيقة بتبقى جميله جدا ايه كمان يعني والله ما انا عارفه اقول ايه بس بجد مشى بسرعة يعني مشى بسرعة خمستاشر يوم راحوا بسرعة كده فالواحدة زعلانة من كده ان خمستاشر يوم في ثانية احنا كنا لسه اول امبارح بنعمل تنظيفات رمضان فمش عارفة انا قاعدة بقول ازاي ازاي كده بس يلا الحمد لله ربنا يا رب كده يا رمضان يجي علينا كل سنه واحنا بصحه وعافيه تم صحتنا وعافيتنا اللهم امين طبعا هنا كان كان في حلل هنا حبايبي بتصفى وكده فشلتهم برضو وديت كل حاجه مكانها وجيت هنا همسح لان الحته هنا نظيفه وكده طبقت الفوطه اللي انا بحط الحاجه عليها تتصفى وكده وده فول كنت عشان اعملها ادمسه وكده اعمل أدمس وكدا فول لان اللي عندي كان قرب يخلص وكده فما كانش عندي غير كيس واحد فقرب يخلص وكده فقلت لا هعمله فكنت تحطه يعني ايه, إيه نقعاه يعني بمعنى اصح المهم جيت هنا برضو مسحت وخلصت ويعني بمسح كده على الماشي يا حبايبي لان كل حاجه كانت تمام والرخامه كانت نظيفه وكده لان انتوا عارفين شقيقتي ما بعرفش فيها كتير هو السحور بس فبتبقى الحته الحاجه ما تبقى نظيفه بتبقى حلوه او بتريح وهنا كان الهدوم والى اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه